استنى، طيب تحبي تقولي ايه لمحمد بعد الازمه الكبيره اللي انتوا مريتوا بيها، وان هو قدر يرجعك تاني الفيوم، وخلاص قررتي ان انت يعني ما صدقتي رجعتي الفيوم، عايزه تقولي لمحمد ايه؟ عايز اقول محمد شكرا محمد، وكاستني شكرا عشان نكستك. ايه بس مايا دي، ايوه اسمها نكستك. ايوه وبص رجلك بس ايه؟ رجلك بقى لا لا يلا لا 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 خلاص، لا لا خلاص خلاص خلاص، لا 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 ما تشغليش بالك، لا 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 حرام حرام، مش انت جوزي، لا لا ما ينفعش تبص رجلي، خلاص حرام ماشي حرام. بصي هو ما فيش حد بيشكر جوزه يعني، ولا حد بيشكر. بصي كده كده دول ولادي، وانت كنت مراتي، وانت كنت في ازمه هناك، وانا جبتك من هناك والحمد لله قدرنا نجيب. انت كنت عايزه تنزلي مصر صح؟ ايوه واديني جبتك مصر. الحمد لله امك مش هنكلمها تاني ولا اي حاجه تبقى تبوظ حياتك ايوه تاني، ان شاء ايوه الله مش هيحصل ان فيها شاء تاني كده الله باذن الله. خلاص باذنك، خلاص ماشي اتفضل. طبعا امينه لما رجعت من عند والدتها وحصلت المشكله ديت، وان هي رجعت و خلصت خلصنا بالاجراءات القانونيه بتاعتها، وخلصنا الباسبور بتاعها ان هو كان منتهي صلاحيه وكده، فخدت طبعا وقت الموضوع ده. فطول الوقت ده ان هي عماله دايما تسالني انا هنزل مصر امتى، هنزل مصر امتى. يعني انا ملاحظ ان امينه من يوم ما رجعت من عند والدتها وهي اسئلتها كلها هننزل مصر امتى. هي شجعتني ننزل الاولاد مصر الاول كمان عشان نبقى انا وهي خفاف في النزول وكده، والحمد لله يعني كرم من عند ربنا ان احنا قدرنا ننزل الاطفال. وبعديها بعد ما خلصنا الاوراق بتاعتها قدرنا الحمد لله ان هي برضه تنزل، ونزلنا الحمد لله. واحنا الناس عايزه تعرف يا امين انت هنا من امتى برضه؟ ثلاثة أيام كده، من 3 ايام. أيوة وكان ثلاثة حد أيام ناس كثيره برضه كانت عماله تسالك، يعني انا برضه الاسئله دي خدت بالي منها، ان انت يعني الناس عايزه تعرف انت ليه عايزه تنزلي مصر؟ انت ايه كنت عايزه كل شويه تقولي عايزه انزل مصر، عايزه انزل مصر ليه؟ عشان بلد ولادي وبلد جوزي وبلد أنا برضو، بلد ولادك وبلد جوزك وبلدك انت حاسه بيها يعني صح أيوة كده؟ ما طب أنا ده الناس قاعدة قولي لهم هنا عشان هم عايزين في يعرفوا بس، سنة عشان ما كتير، يقولوش ان انا اللي بقول لك 16 سنة هنا. بالظبط. هي الناس عايزه تعرف منك انت، مش انا اللي اقول يعني، عايزين يعرفوا منك انت الكلام ده. يعني انت بتقول لهم انت بقالك 16 سنه، وانت لو في اي حاجه في العربي انا هساعدك، فانت كلميهم عادي الناس. تمام؟ الناس بيتكلم الفاضي عشان مش عارفة هادي، تعرف انا قاعدة من زمان، انت بتتكلمي على الناس اللي هي بتتكلم وحش بيتكلم اللي هو ايوه مش السلبيين. عارفة انت بتنزل لا ومش